الدوخة أو الدوار من أكثر الأسباب شيوعاً التي تستدعي زيارة الأطباء من قبل البالغين. هذا الشعور الزائف بعدم الاتزان، هل تقف وراءه أمراض معينة أم أنه أمور عارضة ممكن أن يشعر بها الإنسان ولا تستدعي أي مخاوف؟ لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا في ملف تفصيلي مع ضيفنا الذي سيجيبنا على الكثير من الأسئلة، الدكتور فراس الطراوني استشاري الأمراض الباطنية. حياك الله معنا دكتور فراس. أهلا وسهلا بك. اللقاء دائما يتجدد بك. أهلا وسهلا بك. دكتور فراس، عندما بدأت بالتنسيق لهذه الحلقة وكان من ضمن المواضيع المطروحة الدوخة والدوار، كما ذكرنا سابقا أنا وأنت بأنه الموضوع يستدعي 6 إلى 7 أطباء للحديث عنه، ولكن اخترناك أنت لتتحدث عن هؤلاء 7 أطباء في ملف اليوم عن الدوخة والدوار لأنك خير من يتحدث عنه. فبالبداية دكتور، ما هو التعريف الطبي للدوخة والدوار؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع. حقيقة تعتبر الدوخة أو الدوار أو الدوران أو عدم الاتزان من أكثر الشكاوى التي يواجهها الطبيب يوميا من خلال ممارسته للمهنة في عيادته، ولكن يجب علينا التمييز بين الوصف السريري الذي يقدمه المريض والتشخيص السريري الذي ينطبق على هذا الوصف. فمثلا إذا كان المريض هو من يشعر بأنه يدور وأنه غير متزن والمكان ثابت، يختلف كليا عن فيما إذا كان يشعر بأن الغرفة هي من تدور حوله. وهناك اختلاف أيضا فيما إذا كان يشعر بأنه بإمكانه المسير مثلا على خط مستقيم، ولكنه قد يعاني من اتجاه لا إرادي باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار أو عدم الاتزان، وهو بحاجة لأن يمسك بشيء معين. نعم. لحفظ الاتزان وعدم السقوط. وبالتالي الدوخة والدوار هي شكوى رمادية تقع في منطقة رمادية واسعة تحتمل الكثير من الأسباب. جزء منها يتبع لطب الأمراض الباطنية وأمراض الدم. نعم. جزء منها يتبع لطب الأنف والأذن والحنجرة، وجزء منها يعود لجراحة العمود الفقري واختلالات الفقرات العنقية، وجزء منها يعود لأمراض الدماغ والأعصاب وتبعاتها. وبالتالي هي شكوى واسعة، يجب علينا أن نستمع للمريض كسيرة مرضية واسعة وإجراء بعض الفحوصات السريرية أولا، وبعد ذلك الانتقال إلى الفحوصات المخبرية للوقوف على سبب الدوخة أو الدوار. دكتور، الدوخة أو الدوار متى فعلا تستدعي زيارة الطبيب؟ من الطبيعي أحيانا عند الاستيقاظ من النوم باكرا في الصباح نشعر بدوخة أحيانا وليس دائما، متى فعلا نحتاج إلى زيارة الطبيب وسماع الرأي الطبي فيما يختص بهذه المشكلة؟ نعم، في غالب الحالات تكون الدوخة أو الدوار هي تغيرات فيزيولوجية وليست تغيرات مرضية أو باثولوجية. عظيم. فمثلا عند الحديث عن ساعة الاستيقاظ من النوم بعد أن كان الإنسان قد قضى 7 أو 8 ساعات مستلقيا على ظهره، فيقوم بشكل مفاجئ من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف لإنجاز عمل معين، قد يتسبب بما يسمى بالبوستشورال هايبوتنشن أو انخفاض الضغط بسبب التغير بالوضعية، وهذا نشاهده جليا عند كبار السن. ولذلك دائما ننصحهم أن يقوم من وضعية الاستلقاء على مراحل، فأن يجلس أولا ينزل ساقيه من طرف السرير، ثانيا بعد ذلك يرفع رأسه يأخذ نفس عميق، بعد ذلك يبدأ بالمسير. يرفع رأسه مو يخفض رأسه. بالضبط، يرفع رأسه ويأخذ نفس عميق، بعد ذلك يقف على ساقيه وبإمكانه المسير. نعم. لكن في غالب الحالات حتى عند صغار السن إذا كان الانتقال في الوضعية سريعا قد يتسبب بدوخة، ولكنها لن تعتبر دوخة مرضية. خصوصا إذا قام من النوم مفزوع دكتور. بالضبط، حتى إذا صحي أو استيقظ من النوم بشكل سريع وقام لإنجاز مهمة معينة، فبالتالي قد لا تكون هي مرضية وقد تكون حالة فيزيولوجية اعتيادية. متى تكون مرضية دكتور قبل التشخيص؟ متى أشعر أنا كمصابة بالدوخة والدوار بشكل متكرر أنه لا، في مشكلة مرضية لازم أشوف الطبيب؟ نعم، عند الإجابة على هذا السؤال يجب علينا النظر في المسببات لكي نفردها. نعم. كل على حدة. مثلا إذا كانت الدوخة مصاحبة للإنسان خلال ساعات طويلة من النهار ليست مرتبطة بالوضعية، مثلا موظف جالس في مكتبه بيشتغل على جهاز الكمبيوتر، عند أي تغير في وضعية رأسه يشعر بدوخة. نعم. قام من الكرسي وذهب لإنجاز مهمة معينة يشعر بدوخة، فهذه على الأغلب شكوى مرضية. الأمر الآخر، إذا كانت هذه الدوخة تعطل مسار حياته، فمثلا من يقود السيارة يوميا في الشوارع المزدحمة وفي المدن يجب عليه أن يمتلك كمية كبيرة من التركيز للحيلولة دون الوقوع في أي حوادث. نعم. فمثلا إذا كان يشعر أن الدوخة في مرة أو مرتين أو ثلاثة استوجبت أن يقف على يمين الشارع
أن يعود لاستجماع نفسه واستجماع طاقته، وتكررت هذه فهي دوخة مرضية. إذا كان هناك أعراض أخرى، فمثلا لدى السيدات على وجه الخصوص إذا كانت تعاني من تعب عام، من إرهاق، من شحوب في الوجنتين، من تلون اللون الأسود منطقة ما تحت العينين، خاصة إذا صاحبها أيضا تساقط الشعر، فهذه قد تكون مؤشر، ومؤشر شائع جدا، على فقر الدم، وخصوصا فقر الدم الناتج من نقص الحديد. أنيميا. فهذه تسمى حالة الأنيميا أو حالة فقر الدم. نعم. فهذه بالتأكيد دوخة مرضية، فهي من الحالات الشائعة جدا والتي تستوجب الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات المخبرية. الأكثر شيوعا دكتور بالدوخة والدوار عند كبار السن أم عند الأطفال أم عند البالغين؟ هي حقيقة عند الأطفال قد تكون قليلة إلى حد ما، لكن عند البالغين لدينا كثير من الأسباب. أغلب الإناث يعانون من الدوخة، في غالب الحالات السبب هو فقر الدم. فعند الحديث عن الإحصاءات الطبية، 25% مثلا من المجتمع بفئة الخصوبة لدى الإناث يعاني من فقر الدم، يعني ربع الإناث يعاني من فقر الدم. شو السبب دكتور؟ ليه هم أكثر عرضة لفقر الدم من الرجال؟ حقيقة فقر الدم لديه مسببين رئيسيين. دائما نتحدث عن التوازن بين الوارد من الحديد إلى الجسم من خلال الغذاء المحتوي على اللحم، على الدجاج، على الكبدة، على الأوراق الخضراء، وهي مصادر غنية بالحديد. وعلى الكفة الأخرى دائما نضع ما تفقده الأنثى شهريا من خلال الدورة الشهرية. نعم. الكثير من الإناث بعمر الخصوبة تعاني من دورة شهرية غزيرة أو طويلة، وقد تعتبرها أن هذا الطبيعي تبعها. فلو عدنا مجددا إلى هذا الميزان، فنجد دائما أن الميزان يرجح لصالح الفاقد أكثر من صالح عدا عن الوارد. الحمل والإنجاب والنفاس. بالضبط. ويضاف إلى ذلك حالات الحمل والإنجاب والرضاعة والنفاس وما إلى ذلك، فهي جميعها أسباب تقود إلى فقر الدم. هناك حقيقة سببين آخرين يجب الإتيان على ذكرهما. نعم. وهما بكتيريا المعدة الحلزونية، التهاب بكتيريا المعدة الحلزونية، وهي لدينا في الشرق موجودة. نعم. نسبة من 50 إلى 90% من المجتمع عانى أو يعاني في فترة من حياته من التهاب المعدة. فإذا كان الإنسان يعاني من التهاب بكتيريا المعدة الحلزونية ولفترة زمنية طويلة، فسوف تقوده إلى فقر الدم. أما الحالة الثانية فهي كسل الغدة الدرقية ما دون السريري، ما نسميه سب كلينيكال هايبوثايرويدزم. هذه الحالة قد لا ينتج عنها أعراض معينة تأتي بالمريضة أو المريض إلى الطبيب، ولكن على مرور الزمن ومرور الوقت سوف تقود إلى فقر الدم ونقص الحديد، وهذا ما يرشد الطبيب لتشخيص فقر الدم. دكتور دعنا نعرج على الأسباب المرضية الثانية التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالدوخة والدوران. نعم، بداية بدأنا من الأسباب الباطنية وهي فقر الدم ونقص الحديد. نعم. ما يضاف أيضا لدينا في بعض الحالات عندما يحدث نوع من الاختلالات النادرة والتي تتمثل بنقص معدل الكورتيزول الذي تفرزه الغدة الكظرية أو الغدة جارة الكلوية، ففي هذه الحالة يقل معدل الكورتيزول في الدم، فيصبح الإنسان يعاني من دوخة أو من دوار متكرر خلال ساعات النهار، وفي بعض الحالات قد يكون مصحوبا بغثيان أو بإقياء متكرر. هذه الحالة قد تكون بسبب استخدام العقاقير المحتوية على الكورتيزون لفترات زمنية طويلة ومن ثم التوقف عن ذلك بشكل مفاجئ، أو فيما لو أصيبت الغدة الكظرية بنوع من الأورام الذي قاد إلى هذه الحالة. نعم. عند الحديث عن بقية الأسباب يجب أيضا أن نذكر أن شد العضل بالفقرات العنقية قد يغير معدل التوازن في الأذنين. هي من الأكثر شيوعا دكتور. نعم، هي حالة شائعة جدا. شيك على فقرات الرقبة خصوصا مع وضعية النوم الخاطئة. نعم، وضعية النوم الخاطئة مهمة جدا، ولكن الأهم هي وضعية العمل الخاطئ. صحيح. الآن لدينا في الحياة الحديثة التي نعيشها جميع الشباب أو البنات بعمر البالغين يستخدم جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة. صحيح. أو مثلا طبيب الأسنان أو مثلا الحلاق، فهو يعتمد وضعيات ليست مريحة للعنق، وبالتالي قد تتسبب بشد عضل بالفقرات العنقية، وهذا ما سوف يقود إلى اختلال التوازن في الأذن، وقد يكون من أهم وأكثر الأسباب شيوعا للدوخة أيضا. ما يضاف إلى شد العضل بالفقرات العنقية هو مشاكل الديسكات أو الانزلاقات الغضروفية في فقرات الرقبة أو العنق، تعد أيضا من الأسباب المهمة. مو القطن يا دكتور اللي بيكون بآخر الظهر، هذا ممكن ما يؤدي للدوخة والدوار؟ بالعادة مشاكل الفقرات القطنية أسفل الظهر قد تنعكس على شكل خدار أو تنمل أو ضعف في الأطراف السفلية، ولكن لن تأتي على شكل دوار أو على شكل دوخة. إذن هي مرتبطة أكثر بالفقرات العنقية. بالفقرات العنقية أكثر من القطنية. طبعا يضاف إلى ذلك النقطة الواجبة التركيز عليها حقيقة هي مشاكل الأنف والأذن والحنجرة. نعم. عند الحديث عن الأذن دائما
ونحن الأطباء نسميها أنها العضو المظلوم، لأنه دائما في أي حالة دوخة أو دوار لا نتمكن من تشخيص الحالة جيدا، رأسا دكتور التهاب أذن وسطى، بالضبط سوف يلقى باللوم مباشرة على الأذن الوسطى. يجب علينا أن نعرف أولا ما هي الاختلالات التي تحدث في الأذن الوسطى. الأذن الوسطى هي عرضة للالتهابات، لكن ليس بهذا الكم الذي نسمعه في الحالات. فمثلا التهاب الأذن الوسطى يجب أن ينتج عنه مثلا ألم، يجب أن ينتج عنه حرارة أو إفرازات صديدية أو ما إلى ذلك، فهذه مؤشرات واضحة للالتهابات يقوم طبيب الأذن بعلاجها. لكن هناك اختلالات أخرى غير الالتهابات. لدينا في الأذن ما يسمى بالقنوات الهلالية. القنوات الهلالية هي قنوات مجوفة من الداخل ومملوءة بسائل لمفاوي، درجة كثافته بالعادة تشابه الماء، وبالتالي التغير بوضعية الرأس لأي سبب كان سوف يأخذ أجزاء قليلة جدا من الثانية لكي يتمكن من التوازن. ما نشاهده في هذه الحالة عند الخروج من حالة التهاب مجاري تنفسي عليا أو حالات إنفلونزا أو حالات التهاب صدر، بالعادة بعد الالتهابات الفيروسية تصبح كثافة هذا السائل أكثر قليلا من الماء، فتصبح مثلا تشابه كثافة العسل. نعم. وبالتالي قد تأخذ فترة زمنية أطول لكي تتزن بعد أن قمت بتغيير وضعية الرأس، وهذا ما يسمى لدينا بالدوار الحميد التابع للتغير في الوضعية. هناك سؤال بسيط جدا دائما نسأل المريض، مثلا أثناء الصلاة عند الركوع والاعتدال من الركوع يصاب بالدوخة، عند مثلا النظر إلى التلفاز، صحيح. لأنه كان التغير في الوضعية كان سريع. نعم. كان مثلا المريض يشاهد التلفاز، فقام أحد أفراد العائلة بالنداء عليه من جهة أخرى فالتفت إليه بشكل سريع. الالتفات بشكل سريع أو التغير بالوضعية بشكل سريع قد يكون من الدلائل أو المؤشرات السريعة التي تدل أن ما يحدث هو الدوار الحميد التابع للتغير في الوضعية، وما بيكون مرتبط بمشكلة مرضية. وحقيقة لا يكون مرتبط بمشكلة، وبغالب الحالات يكون حالة مؤقتة وليست حالة مرضية مهمة يتم التعامل معها من خلال علاجات بسيطة جدا ولا يستمر فترة طويلة. دكتور، التهاب العصب الدهليزي، مشاكل أخرى في الأذن ممكن تؤدي فعلا إلى الإصابة بالدوخة والدوار؟ بالتأكيد، عند الحديث دائما عن الأسباب نتحدث عن الأسباب الأكثر شيوعا، لكن هناك أيضا أسباب تدخل في العمق، في عمق تخصص الأنف والأذن والحنجرة، مثل الإصابة بالتهاب الأذن الدهليزي، مثل الإصابة بأورام الأذن أو بأورام قاع الجمجمة، قد يكون التعبير الأولي لها على شكل دوخة. فمثلا من الحالات التي شاهدتها في الأسبوع الماضي كانت هناك صبية تعاني من دوخة الاعتيادية، وتم عزي السبب إلى الكثير من الأسباب لكن لم تشفى منه. بعد إجراء تصوير الرنين المغناطيسي تبين أن هناك ورم في المخيخ. المخيخ هو الجزء من الدماغ المسؤول عن التوازن والسيطرة. تخيل دكتور كم هو العرض بسيط لكن يقف وراءه أمر في غاية الأهمية يجب الوقوف عنده. نعم، ولذلك من هنا نأتي أنه دائما الدوخة هي شكوى بسيطة جدا سهلة جدا بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب أيضا، لكن في غالب الحالات تكون بسيطة، وجزء ليس بالقليل من الحالات قد تكون بالمخاطر. مؤشر للمخاطر، ولذلك يجب الذهاب إلى الطبيب المختص لكي لا تخسر الوقت وتذهب إلى التشخيص المناسب في الوقت الأسرع. دكتور، علاقة الدوخة بالشقيقة والصداع النصفي؟ نعم، عند الحديث عن الشقيقة هناك أنواع حقيقة من الشقيق. نعم. بشكل سريع جدا عند الحديث عن الشقيقة، أولا هناك سيرة مرضية عائلية من جهة الأم أو الخالات، ما يضاف إلى ذلك أن هجمات الشقيقة تأتي بالعادة على منتصف الرأس، يعني إما الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، وليس في عموم الرأس، وليس في عموم الرأس أو مقدمته أو نهايته. عدا عن ذلك عندما تبدأ هجمة الشقيقة أو هجمة الألم عند المريض بالعادة تستمر تقريبا إلى ما لا يقل عن 3 أيام. هناك نوعين رئيسيين منها، الشقيقة المصحوبة أو المسبوقة بهالة. الهالة التي تسبق الشقيقة إما أن تأتي على شكل وميض ضوء عالي في العين أو على شكل هلاوس شمية، يعني المريض بيشعر أنه بيشم ريحة مطاط محروق، أو على شكل هلاوس سمعية على شكل طنين بالأذن. عند ظهور هذه الحالات واستثناء جميع الأسباب العضوية التي تقود إلى الصداع يتم التشخيص أنها شقيقة. في بعض الحالات هناك ما يسمى بهالة الشقيقة المصاحبة قد تكون مصحوبة بهذا الدوار أو هذه الدوخة. دكتور، تكون مصحوبة بشكل مؤقت ولا تكون مصحوبة طوال نوبة الصداع؟ نعم، هي في البداية قد تكون من مقدمات نوبة الصداع. نعم. يعني تكون مؤشر أولي للمريض أنه اذهب إلى مكان هادئ، اطفئ الأضواء، خفف الصوت الموجود في المكان وتناول العلاجات، لأنه هجمة الشقيقة هي قادمة في الطريق لا محالة، ولكن لا يمنع أنها قد تستمر اليوم الأول والثاني والثالث
خلال مدة الهجمة. دكتور، عادة في لقاءاتي معك أعرج على الصحة النفسية وعلاقتها بالمشكلة المرضية التي نتناولها اليوم. علاقة الدوخة والدوار بالأدوية النفسية المهدئات وعلاقتها أيضا بالحالة النفسية مثل التوتر. نعم، حقيقة عند الحديث عن الأدوية بداية، الأدوية جميعها صنعت لعلاج الإنسان من الأمراض التي تناولها لأجلها، ولكن لا يوجد دواء بدون أعراض جانبية. فمثلا عند الحديث عن الأدوية النفسية، هي أدوية قوية تتعامل مع السيالات العصبية، تتعامل مع الدماغ، وبالتالي جزء منها قد يتسبب بالدوخة أو الدوار. فقبل البدء بالبحث عن الأسباب الموجبة لحدوث هذا الدوار، يجب مراجعة السيرة الدوائية للمريض، ما هي الأدوية التي يتناولها، الجرعات، وكيف تم التقدم في الجرعات. يعني نبدأ بعلاج مثلا 5 ميلي جرام، بعد ذلك نرتفع إلى 10، بعد ذلك إلى 15. مرات لخطأ معين من المريض أو من الطبيب أو من الصيدلان، يكون المريض قد قفز إلى الجرعة القصوى، وهذا ما قاد إلى الدوخة أو الدوار. أيضا يجب الحديث عند كبار السن ممن يتناول العلاجات الخاصة بتضخم البروستات. عندما يتناول العلاج صباحا، جزء كبير من المرضى قد يعاني من الدوخة أو الدوار صباحا بسبب انخفاض الضغط، وهذا حكم طريقة عمل علاج البروستات. والأهم من ذلك والأكثر شيوعا هو العلاجات الخاصة بمرض السكري. السكري لدينا بصراحة أسأل الإنسولين دكتور والدوخة والدوار. نعم، نسمع بها كثيرا كشكوى من مرضى السكري. بالضبط، سواء الإنسولين أو حتى الحبوب التي تتناولها على شكل أقراص بالفم. هناك تطور فظيع جدا في عالم علاج السكري، والآن لدينا عائلة كبيرة جدا ما يسمى بعلاجات السكر الذكية، التي تتعامل مع معدل السكر في الدم ولن تقوم بإخفاض السكر بغض النظر عن الرقم. وبالتالي عند التعامل مع كبار السن، ممن هم فوق 65 سنة أو ممن هم يعملون في المهن الخطرة، من يعمل بأدوات حادة، سائق على طريق خارجي، يعمل على ارتفاعات عالية، يجب علينا عند اختيار الأدوية اختيار أدوية تقريبا لن تسبب هبوط السكر أو الدوخة أو الدوار. ولكن إذا كان المريض يتناول الأدوية القديمة مثل عائلة السلفونيليوريا أو يتناول الإنسولين، فمن المهم جدا أن يتم احتساب الجرعة بدقة وحكمة بالغتين. يضاف إلى ذلك، يجب علينا أن لا نحتكم فقط إلى معدل السكر التراكمي كل 3 شهور، بقدر ما نحتكم للقراءات اليومية. صحيح. التي يكتبها المريض على ورقة ويراجع طبيبه فيها للوقوف على الجرعة المناسبة. دكتور، النظام الغذائي خصوصا لمرضى السكري اللي بياخذوا انسولين له دور في انه يشعرهم بالدوخة والدوار، ما بين الوارد وما بين شيء مثلا الشيء الوارد والشيء الخارج من الجسم بالنسبة للانسولين وبالنسبة للنظام الغذائي الداخلي. نعم، حقيقة يعني النقطة ممتازة جدا، ما يسمى بالنظام الغذائي سواء عند مرضى السكر او عند العموم. الان في حياتنا الحديثة هناك الكثير ممن يعتمد حميات غذائية معينة، هذا بيعتمد الصيام المتقطع 16 ساعة، هذا بيعتمد مثلا الكيتو، هذا بيعتمد اللو كارب وما إلى ذلك. فيجب عند احتساب أي نمط غذائي أو نمط صحي تغذوي، يجب أن يتم ذلك من خلال أحد المختصين في هذا المجال. فمثلا ممكن يكون في عندنا شاب صغير لا يعاني من أي مشكلة، لكن يعاني أو يعتمد نمط صيام متقطع أو خالي من الكربوهيدرات على الإطلاق، فبالتالي جسمه يحتاج إلى طاقة متوزعة خلال النهار. نعم. فلا يمكن أن يصوم مثلاً 16 ساعة، خلال 16 ساعة يعمل جل عمله بدون أي نوع من أنواع التغذية. أما عند الحديث عن علاج السكري والنمط الغذائي لمرضى السكري، يجب أن يتناسب مع نمط العلاج. فإذا قمت بعلاج مريض سكري باستخدام الإنسولين، يجب أن يكون هناك وجبة متقطعة ما يسمى بالفريكوينت سناكس حسب جرعات الانسولين. يعني ما بصير مريض السكر ياخذ جرعتين او 3 جرعات باليوم في يعوضوا ياخذوا سكر دكتور، وما يكون معهم وجبات، او ينتظر حدوث الاعراض او الدوخه او العرق البارد او الم البطن، بعد ذلك يذهب لانقاذ نفسه وتناول السكر. دكتور، نحن الان مقبلين على شهر رمضان المبارك، فبالتالي من الطبيعي اثناء فتره الصيام نشعر بالدوخه والدوار. كيف نتعامل مع شرب الدوخه والدوار خلال شهر رمضان خلال الصيام؟ وهل من الطبيعي دائما ان نشعر ولا هي الايام الاولى فقط لانه فاجانا جسمنا بالامتناع عن الطعام والشراب خلال فتره طويله من النهار؟ نعم، هلا ساعات الصيام حقيقه في شهر رمضان المبارك هناك الكثير من الاسباب. السبب الاول والاهم هو تغير معدل الماء والاملاح الداخلي للجسم. يعني ممكن الكثير منا في رمضان معدل غذاء زيه زي اللي مش رمضان. نعم. فبالتالي الأهم من الغذاء هو الماء والأملاح التي يتناولها.
والأهم من ذلك كله هو ما يسمى بسليب أويك سايكل، اللي هي دورة النوم واليقظة. ففي رمضان الكثير من الناس يعتمد السهر حتى ساعات الفجر وبعد ذلك ينام وبعد ذلك يعود للعمل. فهناك أكثر من عامل يدخل إلى فيزيولوجية الجسم: طريقة توزيع الغذاء والكربوهيدرات والطاقة، طريقة إدخال الماء وأملاح الإلكترولايت إلى الجسم، ومعدل النوم واليقظة. يجب المحاولة قدر الإمكان بأن نحافظ عليها ما استطعنا من خلال إدخال كمية كافية من الماء، من خلال تناول كمية معقولة من الكربوهيدرات، وأيضاً محافظة على النوم واليقظة. يضاف إلى ذلك توزيع العلاجات وخصوصاً علاجات السكر وعلاجات الضغط خلال ساعات النوم واليقظة. مشكلة بالدوخة والدوار دكتور حتى بعد الإفطار قد تزيد، خصوصاً مع التخمة، الشعور بالتخمة يشعر إنه بالضبط، فيلجأ رأساً إلى المنبهات والكافيين. نعم بالتأكيد، يعني بعد ساعات الإفطار، بعد الامتناع عن الطعام 15 أو 16 ساعة، يبدأ بتناول كمية كبيرة من الطعام خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ساعة الإفطار وساعة الحلويات. نعم. فخلال هاتين الساعتين يذهب أغلب الدم في الدورة الدموية إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم. نعم. وبالتالي نسبياً يقل تزويد الدم إلى الدماغ، الدورة الدموية، وهذا ما يشعر الإنسان بالتسطيل أو بالارتخاء. يعني من الطبيعي دكتور نحكي في الأيام الأولى من الصيام نشعر بالدوخة والدوار؟ نعم بالتأكيد، شيء متوقع. دكتور دهمنا الوقت، ولكن اسمحني أسألك عن الدوخة والدوار عند المرأة الحامل، كيف تتعامل معها؟ أحياناً بعض الأطباء يصفون أدوية معينة للتخفيف من هذا الشعور بالدوخة والدوار والغثيان عند المرأة الحامل، وشو الأسباب دكتور؟ حقيقة النساء في فترة الحمل هي فترة خاصة جداً، تتغير فيها فيزيولوجية المرأة بشكل كبير جداً، من خلال توزيع العناصر الغذائية أولاً، وثانياً من خلال اختلال معدل البروتين في الدم. فهناك ما يسمى بتأثير الرحم والطفل أو الجنين طبعاً، كلما زاد عمر الحمل وتقدمت إلى الأمام كلما زاد تأثير الحمل على الوريد الأجوف السفلي. شعر البيبي ما له علاقة؟ بالضبط. وهذا أحد المسببات الرئيسية للدوخة، خصوصاً عند الاستلقاء على الظهر. نعم. فتجد الست الحامل عندما تتمدد تنام بشكل كامل على ظهرها قد تشعر بالدوخة على الرغم من أنها متمددة كلياً. وبالتالي هناك وضعيات خاصة يقوم طبيب النساء والولادة بشرحها. يضاف إلى ذلك أن معدل أو كمية البلازما في الدم هي من يزيد، وبالتالي أملاح الدم قد تكون عرضة للاختلال، روتين الدم كذلك الأمر، ومعدل صفيحات الدم خلال هذه الفترة الزمنية. دكتور الحديث يطول عن الدوخة والدوار، مشكلة صحية شائعة، لكنها كما ذكرت تستدعي الوقوف عند أسبابها لمعالجتها إن كانت تستدعي العلاج. كل شكر لك دكتور فراس الطراونة استشاري الأمراض الباطنية على الإضاءة التي قدمت لنا اليوم على موضوع ومشكلة الدوخة والدوار. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. دكتور.